عاشق للغات القديمة مثل القبطية واليونانية، ينكب عليها لساعات مبحرا في كنوزها، يخرج منها ما يشبع شغفه ويساعد الباحثين. إنه مينا سليمان، مشرف قسم البحث العلمي بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. خصصت في اللغة اليونانية واللغة الإنجليزية واللغات القديمة، كان قبطي وعبري ولاتيني. بنقوم هنا في المركز بعمل ترجمة تبعية من القرون الأولى، وفي عندنا إصدارات برضو بخلاف الترجمات، في إصدارات المركز الثقافي بيقوم بها كتب متنوعة تخص الثقافة العامة والثقافة القبطية. قبيل وفاته أهدى البابا شنودة الثالث لمكتبة المركز الثقافي القبطي مجموعة خاصة ومميزة من كتبه، إنها مكتبته الإسلامية التي اقتنى كتبها بعناية خاصة تعكس فكره المستنير واطلاعه على كافة فروع الفكر الإسلامي. هو كان مهتم جدا بالقراءة عموما، وشديد الحرص على اقتناء كل كتاب جديد بيتم إصداره في شتى فروع المعرفة الإسلامية، سواء في الفقه أو الثقافة الإسلامية عموما. وده كان بيخلي كل الأئمة والشيوخ أصدقائه لما كانوا بيتكلموا معاه بيبقى فيه نوع من الحب والتقدير لشخص قداسة البابا شنودة الثالث. دورات متنوعة يقدمها المركز تهدف إلى نشر التراث القبطي والحفاظ عليه. نهتم ان احنا ازاي ننشر الثقافة القبطية في مختلف فروعها بشكل مبسط على ايد مجموعة كبيرة من المتخصصين. من أهم الدورات اللي بيقدمها المركز دورة ترميم الآثار، ودي كانت بالتعاون مع جامعة كاتانيا الإيطالية وجامعة عين شمس هنا في مصر. قدمنا فيها مجموعة كبيرة من أسس ومبادئ العلمية لحفظ التراث الثقافي، وكان بتهدف للطلبة المختصين بالثقافة بشكل عام والتراث والآثار. كانت مثلا للكهنة والرهبان في الأديرة. واحدة من تلك الدورات تتعلق بفن رسم الأيقونات الذي يمتد بجذوره إلى الفن المصري القديم. الرهبان اتأثروا بأجدادهم الفراعنة، وكانوا ابتدوا هم اللي ابتدوا هذا الفن في الأديرة زمان. أول مكان هنا بيتيح للمتدربين أنهم يتعرفوا على فن الأيقونات ويبتدوا يمارسوه. متاحف متعددة يضمها المركز تقدم مزيجاً من الماضي العريق وأعمالاً فنية معاصرة لعدد من المبدعين. المتحف بيضم في الجزء الأكبر فيه مقتنيات قداسة البابا شنودة، وبيضم قاعة للمعارض بيتم فيها إقامة معارض بشكل دوري. آخر معرض موجود معانا دلوقتي للمعرض المقام هو معرض لمنحوتات وصور الفنان الراحل المثال سعد متري. بيت العائلة المصرية هو كيان يجمع رجال دين المسلمين والمسيحيين بهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد القلوب حول غاية حب الوطن. ولم يكن غريبا أن يستضيف المركز الثقافي القبطي اجتماعاته في قلب الكاتدرائية المرقسية. المركز الثقافي هنا بيحتضن كل اجتماعات بيت العيلة مناصفة مع مشيخة الأزهر. كانت فكرة إنشاء هذا البيت هو التقارب والتعارف، وفي نفس الوقت نزيل أي احتقانات موجودة. فدور بيت العيلة هنا بيقوم على دور تثقيفي مهم جدا لكل مصري سواء كان قبطي أو مسلم. منارة ثقافية وجسر للتواصل بين الكنيسة القبطية والمجتمع المصري، يقدم من خلالها المركز الثقافي القبطي وجبات تعليمية دسمة لراغبي العلم من كافة الثقافات والأديان.